استنوا انا خلاص هتحرك من مكانه. كل واحد يقف في الحيط، كل واحد يرفع ايده. يرفع ايده. مفيش حد هنا دفع الكتروني. يعني ايه فرع الكتروني؟ شايف المكنة اللي هناك دي؟ دي المكنة ممكن تعمل حساب، تصرف شيك، تعمل ايداع، تحول فلوس. فين الخزن؟ فين الرزم؟ مفيش خزن ولا رزم، كله بس المكنة دي. فين الفلوس اللي هنسرقه عشان استنى انت بس. يعني ايه يعني؟ بنك وميكن. ايه ده؟ مفيش خزن جوه. قول له يا ماركو، ما طلع مفيش خزنة. ميكن. يعني ممكن تصرف شيك، تعمل حساب، تحول فلوس. وفي كمان فيديو كول، لو عايزين تكلموا خدمة العملاء نكلم خدمة العملاء. نقول لهم ايه يا شيرين؟ نقول لهم الو الساتور مش شغال. مساء الخير. لا جايين نسيب شيك.